رجعنا مع حضراتكم في المحترف كريم. من خلال التقرير اللي شفناه يمكن بطولة عريقة، بطولة كبيرة جدا، يمكن على مستوى التصنيف اعتقد ثالث بطولة على مستوى القوة بعد الأولمبياد وبعد كأس العالم طبعا. بتيجي بطولة أوروبا يعني. ويمكن كمان في وجهة نظري والله يا كابتن هاني تيجي قبل الأولمبياد كمان. تيجي قبل الأولمبياد على مستوى الرئة يعني. بصراحة على طبعا طبعا قد كده الاهتمام طبعا، لكن أكيد طبعا بطولة العالم كله بينتظرها لأنها بتضم أفضل اللاعبين في العالم، وبنتكلم كمان على القارة اللي تقريبا معظم اللعيبة أو المنتخبات فيها هم اللي بيوصلوا للأدوار النهائية في المونديال. صحيح. يعني ربما بس في بعض الأحيان لما يكون البرازيل في أفضل حالاتها، الأرجنتين يقدروا يعملوا ان هم يوصلوا للفاينلز في الورلد كاب، لكن اكيد طبعا كل الناس بتحب دوري ابطال اوروبا، بيحبوا بطوله اوروبيه، بيحبوا الدوري الانجليزي، كلنا عارفين ان الكوره او حبنا للكوره بيتجه للقاره الاوروبيه، وبالتالي احنا دايما بنحب اليورو، ان اليورو مفروض يعني يبقى المنافسه فيها هي اقوى منافسه في البطولات للمنتخبات، بس ربما بعد زياده عدد المنتخبات ل 24 ده خلانا ما نركزش في الدور التمهيدي زي ما بنركز طبعا بداية من دور ال 16 إن شاء الله. طيب.